في الحقيقة ماشي هو غياب ولكن بالعكس حضور. أنا حاضرة في الساحة الثقافية، كنحضر لعدة مهرجانات. أخيرا كنت رئيسة اللجنة ديال التحكيم في المهرجان ديال المسرح الحساني في أكادير، حضرت عاود في المهرجان ديال الداخلة. كنقوم بأعمال بحال العادة إنسانية، و بعض الشباب كنأطروهم كنوجهوهم كيفاش يعدوا ملفات مثلا ديال المشاريع، كيفاش يروجوا الأعمال، كيفاش يعني يقوموا بجولات، كيفاش، لأن كاينة الدراسة ولكن المهنة باش يهيئ عمل ويخرج به كيواجهوا بعض الصعوبات اللي هي في الحقيقة سهلة، غير ما عندهمش معلومات حول هذه المواضيع. كذلك كننشط مع عدة مؤسسات يعني إنسانية وحقوقية، كذلك الجمعية ديال السجون حاضرة فيها يعني تقريبا يوميا، لا سيما بالنسبة للأطفال، لأن كنت في الجمعية مع المرحومة آسيا الوديع، وكان واحد المشروع اللي مع كامل الأسف الراحلة ما كان على أهبة أنه يتحقق، ولكن هي من اللي ما نقولوش راحلة ولكن هي حاضرة بأعمالها الإنسانية اللي خلات وبصماتها في كل يعني كل ما قامت به من أعمال إنسانية وحقوقية. احنا كنحاول مع بعض القضيات اللي في المجال القضاء أننا